في إطار الاحتفالات المخلدة لعيد الثورة، نظمت مديرية الشباب والرياضة لولاية ميلا الملتقى الأدبي الأول بعنوان الثورة في أدب الشباب، الذي أقيم بدار الشباب محمد لدرع بمشاركة أساتذة وأدباء وشعراء من مختلف مناطق الوطن، حيث تم تقديم محاضرات وإلقاءات شعرية تصب في تمجيد الثورة ومدى تأثر الشباب في كتاباتهم وإشعارهم حول الثورة المظفرة التي بفضلها ينعم شبابنا الآن بالحرية والاستقلال. تغطية عياد أساسي. الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الذكرى 67 لاندراع الثورة تحت موضوع الثورة في أدب الشباب، والذي نلتقي فيه مع مجموعة من الشباب وكذلك بعض الأساتذة، حيث منتظر أن تكون ثلاث فترات تقدم خلالها خمس مداخلات، فترة صباحية لهذا اليوم اللي كانت فيها الافتتاح الرسمي، الأمسية ستكون هناك زوج مداخلات للأستاذة جراد وكذلك الأستاذ سليم بوعجاجة من جامعة بومرداس، وغدا كذلك ستكون هناك مداخلة، وإلى جانب هذه المداخلات هذا الكمل من المداخلات هناك قراءات شعرية وقصصية. مشاركتي أنا كقاصة وكروائية الأستاذة نبيلة عبودي كانت من خلال قطعة أو مقطع من روايتي على شفا حفرة، والتي أتحدث فيها طبعا عن الثورة، عن الرؤية الاستشرافية للجزائر ما بعد الثورة، وطبعا هذا ما سيحمله الجيل الصاعد من الكتاب الذين ستنعكس في كتاباتهم صورة الثورة بأسمى تجلياتها، ومن خلال الشعر، من خلال القصة، من خلال الرواية. واليوم المشهد الثقافي يشهد يعني انتعاش في مجال النشر. نتمنى أن تكون هذه الإنجازات وهذه الإصدارات تعبر عن صميم هموم المجتمع الجزائري وتعطي أملا للشباب ولكل الأجيال. الإيمان الذي يؤمن به الشباب ويكتب فيه ويتأثر به، لذلك التقينا هذا اليوم. إن شاء الله ستكون هناك إبداعات كثيرة وإلقاءات شعرية جميلة تخص ثورة التحرير المجيدة. عاشت الجزائر، المجد والخلود شهدائنا الأبرار. المنبر كان هناك طلب من الكتاب الشباب الاهتمام أكثر بهذا النوع من الكتابة والاستمرارية في حمل مشعل الكتابة التاريخية للرواية الجزائرية لتوثيق هذا الجزء المهم، خاصة لما تتعرض له الجزائر من حملات لتشويه التاريخ وطمس الهوية. إذن تعتبر الرواية أحد الوسائل للرد ولردع هذه الحملات المستمرة عليها.